جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الأخ عن حكم التهنئة بيوم الجمعة كقولنا جمعة مباركة، وكذلك خص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال، وفي نهاية الرسالة يكتب أكثر من الدعاء جمعة مباركة وجزاكم الله خيرا. هذا مبدأ لنشر البدع، لا أصل للتهنئة بيوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يوما مباركا ويوما عظيما وفيه صلاة الجمعة وفي ساعة الإجابة وفي اجتماع المسلمين وله فضائل كثيرة، لكن نحن نتبع الدليل، فما ورد أنه يهنأ بيوم الجمعة ولا ورد أنه يطلب كثرة الدعاء فيه، والجوالات أصبحت خادمة للمبتدعة، فعليكم أن تحذروا منها وما ينشر فيها. نعم، جزاكم الله خيرا.